منطقة الجزرة، يعني كنا عايشين يعني مساكنين أو بظل إنه المرأة دورها عدم، يعني بعد هالحرية وهالتحرير وعلى هاي المرأة صارت عضو فعال بالمجتمع. وجيت انتسبت لهم واتمنى منه الدعم، يعني ادعم اطفالي وزوجي واتمنى انه اساعد لانه وضعنا شوي مأساوي، كنا عايشين بحاله يعني طلعنا منها الحمد لله بصعوبه. انطلق عمل المنظمه في اتجاه دعم وتطوير التنميه الريفيه في محافظه الرقه، الهادف لتطوير وتاهيل الجمعيات النسائيه ومساعدتها في الانخراط في العمل، الهادف إلى تحقيق اقتصاد مستقل للمرأة وخصوصاً في ظروف الحرب التي أفرزت نسبة عالية من الأرامل. في سنة 2017 بناء على متطلبات المجتمع خاصة بعد ظروف الحرب الراهنة وخاصة بعد ما النساء فقدت مواعيدا في الحرب، تم تأسيس الجمعية وتم طرح عدة أفكار، منه المشروع بيت حناء للموني. تم طرح الفكرة على المجلس المحلي، ومن ثم تم المجلس المحلي عرضه على منظمة سيام باري. تم الاتفاق مع منظمة سيام باري على خطة عمل وعلى خطة مشروع بيت حناء. كان المشروع أهمية كبيرة في المجتمع وخاصة للنساء، إنه لقيت فرصة عمل تشتغل فيها ويكون مصدر دخل لها، خاصة بعد ما فقدت زوجة في الحرب. بعد توقف الدعم من منظمة سيام باري تم الاستمرار في المشروع، بس منعاني مشكلة في فصل الشتاء هي قلة المواد الأولية للإنتاج، بس بالنسبة للمواد الحالية عم ننتج 5 طن بندورة، طن نعناع، طنين ملوخي، حس روم نعناع، مخلل، زعتر، وبالنسبة للمعجنات عم ننتج 20 كيلو من جميع الأنواع في النهار، وتم تبديل خلال سنة 40 عاملة، كل 6 أشهر بنبدل عاملات، وهيك عم بصير عدد فرص للنساء أكثر إنها تشتغل. شبح الحرب وانتهاء، نتمنى عودة السلام، عودة الهدوء، عودة الأمن والاستقرار، عودة الحياة البسيطة إلى محافظة الرقة وجميع المحافظات في سوريا. هي هيك صار عندي إلي أهمية بالمجتمع وبين الناس، إنه صار إلي كلمة، صار هوني إلى دور المرأة كتير، خصوصاً هلا بعد الحرب، حس حالي متميزة.